أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإنت إن شئت يا رب العالمين تجعله صعب سهلا. بإذن الله سوف نتكلم في هذا اللقاء على العلاقة بين جذري المعادلة من الدرجة الثانية ومعاملات حدودها. إذا أردنا حل معادلة من الدرجة الثانية على صورة ألف سين تربيع زائد باء سين زائد جيم بتساوي صفر، فكان جذري المعادلة هما سين بتساوي سالب باء زائد أو ناقص جذر تربيعي باء تربيع ناقص أربعة ألف جيم على اتنين ألف. إذا جمعنا الجذرين دول هنجد إن المجموع مجموع الجذرين، ممكن تتجرب، مجموع الجذرين بيساوي سالب باء على ألف، ولو ضربت الجذرين دول اللي هو واحد بالزائد واحد بالناقص يبقى حاصل ضرب الجذرين بيساوي جيم على ألف. دول أهم حاجة عندي أهتم بهم، حاصل مجموع الجذرين بسالب باء على ألف وحاصل ضرب الجذرين بجيم على ألف، حيث إن باء هو معامل السين والجيم هو الحد المطلق والألف هو معامل السين تربيع. هو ده أهم حاجة في هذا الدرس، وإن شاء الله نحل أي تمارين على هذا الموضوع بنفس الجذرين. فمثلا بيقول حاول بنفسك كده على السريع ناخد بعض التمارين في شرح الدرس، وبعد كده نحل تمارين كتاب الدرس في المحاضرة. بيقول أكمل: إذا كانت 3 سين تربيع زائد 5 بتساوي 4 سين، أول حاجة تعملها تخلي المعادلة في طرف واحد، يعني تخليها معادلة صفرية، يبقى 3 سين تربيع زائد 4 سين ناقص 4 سين ناقص 4 سين زائد 5 بتساوي صفر. يبقى أنا بقول إن معامل الباء بسالب معامل الباء معامل الباء بالسالب، سالب في سالب بموجب معامل الباء على التلاتة اللي هو ده المجموع، يبقى بتساوي أربعة على تلاتة. أما حاصل ضرب يساوي الحد المطلق اللي هو الخمسة على التلاتة. دي تمارين بالنسبة لك تقرأها، التمارين المحلولة، ونشوف حاول بنفسك برضو إذا أردنا حل تمارين في هذا الموضوع. إذا كان مجموع جذري المعادلة 2 س تربيع ناقص أ س زائد 6 بتساوي صفر، هو المجموع اللي هو مين بقى هنا؟ المجموع اللي هو معامل سالب معامل أ على 2، يبقى سالب في سالب بموجب، لأن أ بالسالب على ألف هنا اهي اللي هو معامل الباء سالب، القانون عندي بيقول سالب معامل باء، يبقى إذا بسالب سالب وموجب على اتنين، ده اللي هو المجموع أو مجموع الجذرين. هو بيقول إذا كان المجموع هو مجموع الجذرين هو تلاتة ونص بيساوي، يبقى ده بيساوي تلاتة ونص، يعني بيساوي اتنين في تلاتة بستة واحد سبعة على اتنين، يعني النص مع الاتنين مع الاتنين، يبقى ألف ألف هنا هتساوي كام؟ هتساوي سبعة. لما ألف بتساوي سبعة، هنا بيقول فأوجد قيمة ألف جبناها، ثم حل المعادلة في مجموعة الأعداد المركبة. طيب لما اداني جبت أنا حسبت ألف يبقى عوض بيه ألف، يبقى اتنين سين تربيع ناقص ألف بسبعة سين زائد ستة بتساوي صفر. أصبحت المعادلة بهذا الشكل، عاوز حلها في الأعداد المركبة، يعني لو ظهر عندك ناقص جذر ناقص مفيش مشكلة. يبقى إذا 2 س تربيع ناقص 7 س زائد 6 هو المطلوب، فأوجد قيمة أ، ثم حل المعادلة في مجموعة الأعداد المركبة. يلا نحلها بقى. عندنا أ بتساوي 2، ب بتساوي سالب 7، والجيم بتساوي 6. عندنا س بتساوي ناقص ب زائد أو ناقص جذر تربيعي ب تربيع ناقص 4 ألف جيم على 2 أ بتساوي ناقص في ناقص بزائد 7 زائد أو ناقص جذر تربيعي ناقص 7 تربيع ب 49 ناقص 4 في أ ب 8، 2 في 4 ب 8 في 6، 6 في 8 ب 48 على 2 أ ب 4، يبقى تساوي 7 زائد أو ناقص جذر 1 على 4 بتساوي زائد أو ناقص 7 زائد أو ناقص 1 على 4، يعني بتساوي 7، يا إما س بتساوي 7 زائد 1 على 4 ب
بتساوي 8 على 4 في الاثنين، او س بتساوي 7 ناقص 1 على 4 بتساوي 6 على 4 بتساوي 3 على 2 1 ونص. كده حلنا جبنا له الحل، ما يشترطش ان هو يديني عدد مركب. نشوف بعض التمارين، حاول بنفسك وليكن دي اذا كانت جذر، اذا كان جذر، اذا كان جذر 2 زائد تاء هو احد جذر معادلة س تربيع ناقص 2 جذر 2 س زائد ج بتساوي صفر، حيث ج تنتمي لحا، او جيب قيمة الجذر الاخر، عاوز قيمة الجذر الاخر. طيب انا بقول ان ده احد الجذرين، نفرض ان ده احد الجذرين والجذر الاخر وليكن لام، يبقى لام زائد جذر 2 زائد تاء، مش دول مجموع الجذرين، الجذر اللام نفرض ان واحد لام والتاني اهو مجموعهم اللي هو ايه سالب 2 جذر 2 على 2 في سالب، يبقى على واحد، يبقى المجموع بتاعهم بتساوي 2 جذر 2 على 2 جذر 2، هنضرب السالب في السالب تديني موجب على واحد اللي هو معامل الألف. يبقى إذا لام بتساوي 2 جذر 2 ناقص جذر 2 زائد تاء نطرح بتساوي جذر 2 زائد تاء، دي لام اللي هي الجذر الآخر للجذر الآخر. طيب قيمة الجذر الآخر جبنا، عاوز كمان قيمة ج بقى، ج اللي هي حاصل ضرب الجذرين، أضرب الجذرين يديني ج على واحد، يبقى ج على واحد اللي هي ج على أ يعني بتساوي حاصل ضرب الجذرين اللي هو جذر 2 زائد تاء، مش ده الجذر الأول والجذر الثاني، الجذر الأول جذر 2 زائد تاء والجذر الثاني برضو هيتضرب فيه اللي هو جذر 2 زائد تاء. تمام، دي التاء بالزائد هتنتقل هنا بالناقص، هنا في خطأ، يبقى دي ناقص دي ناقص دي ناقص، عفوا كده صح، يبقى كان عندنا خطأ اللي هي الناقص دي. طيب إذا ج هنضرب جذر 2 زائد تاء في جذر 2 ناقص تاء بيديني مربع الأول، لأن دي حاصل ضرب فرق بين مربعين، هيديني مربع الأول ناقص مربع الثاني اللي هي تاء تربيع بتساوي 2 ناقص التاء تربيع بناقص واحد في ناقص واحد بزائد واحد بتساوي 2، يبقى ج بتساوي 2. يبقى كده جبنا له الجذرين، الجذر الثاني جبت له قيمة ج. نشوف بعض المسائل برضو، ننتقل بقى إلى المسائل التمارين المعاصر اللي هي تمرين 4 على العلاقة بين جذري المعادلة من الدرجة الثانية ومعاملات حل. بقول دون حل المعادلة أوجد مجموعة حصل ضرب جذري كل من المعادلات الآتية، س تربيع زائد 3 س ناقص 10، دي كلها نوعيات من مسائل، فهنختار بعض المسائل فيها وناخد وعاوز ايه في الموضوع ده، مجموع وحاصل ضرب الاثنين دول، المجموع وحاصل ضرب الجذرين. هنا على طول المجموع هيبقى 3 على 1 وحاصل ضرب سالب 10 على 1، تمام. هنا هيبقى 4 على 4 بسالب 4 على 4 بسالب 1، ده المجموع، والفرق سالب 35 على 1 بسالب 35. هنا هيبقى ناقص، دي هتعد هناك بسالب ودي بموجب، هيبقى سالب 23 على 3 بالسالب بموجب، هيبقى 23 على 3 و 30 على 3 بل حاصل الضرب، وهكذا. طيب نشوف المسألة دي بقى، هي دي أ اللي هي ج 13 في المجموعة 1 صفحة 53 المعاصر، اللي هي ألف سي ألف زائد باء سين تربيع زائد ألف تربيع ناقص باء تربيع سين زائد اتنين ألف باء زائد باء تربيع. هنجيب المجموع، المجموع الأول المجموع بيساوي
سالب معامل س تربيع، يبقى سالب أ تربيع سالب ب تربيع على أ زائد ب، ده المجموع بيساوي ده لو حليناها هيبقى فرق بين المربعين، يبقى سالب أ سالب ب في أ زائد ب على أ زائد ب، ده ما عدا في الواحد بقى لنا إيه؟ سالب أ سالب ب، ده مين؟ المجموع بيساوي حاصل الضرب اللي هو 2 أ ب زائد ب تربيع على أ زائد ب بيساوي، هناخد ب عامل مشترك يبقى فاضل فيه كمان أ تربيع ما اتنقلتش اهيت، هنا اهوت أ تربيع بأ تربيع كمان أ تربيع زائد 2 أ ب زائد ب تربيع على أ ب، اللي فوق ده هنقدر نحلله فرق بين المر، هيبقى حاصل ضرب يساوي أ تربيع هيتحلل مقدار ثلاثي بسيط أ وباء الاتنين بالزائد، أ باء زائد أ باء باتنين أ باء على أ باء أ زائد باء، أ زائد باء مع أ زائد باء بتساوي أ زائد باء، ده اللي هو مين؟ حاصل ضرب الجذرين. يبقى كده خلصنا المجموعة الأولى كلها أسهل من المسألة اللي إحنا حلناها ديت، كلها سهل. في عندنا ديت نشوفها، طيب ماشي دي صعبة شوية نشوفها هي. اتنين سين دي تلاتة سين زائد اتنين على سين زائد اتنين بتساوي سين زائد واحد على سين ناقص واحد. طبعا لازم يقول ان الف ان سين لا تساوي واحد ولا تساوي السالب اتنين، لان ما ينفعش الاسم عليهم، يعني التعليق ده انت يجب تكون عارفه من غير ما يكتبه، حتى لو ما كتبوش انت تقوله التعليق ده، حيث ان سين لا تساوي، ليه؟ لان انا ما ينفعش اقسم على صفر في الاعداد النسبية او في الكسور النسبية في دوال الكسور، يعني الدالة دي المفروض ما تساويش صفر، يعني هي ما تساويش صفر، امتى هتساوي صفر؟ لو ان س بتساوي سالب اتنين، وده دي كمان لا يجب تساوي صفر، لما هتساوي صفر امتى؟ لما س بتساوي واحد. انا عايزك تكون فاهم، تحب الرياضة اكتر كل ما تفهم. هنا بنعمل ايه بقى؟ بنضرب حاصل ضرب طرفين في وسطين، ده في ده وده في ده، يبقى تلات س زائد اتنين ده مضروب فيه س ناقص واحد بتساوي س زائد اتنين، ده مضروب في س زائد واحد، يبقى التلاتة في س، تلات س في س تلات س تربيع، تلاتة في سالب واحد سالب تلات س زائد اتنين س ناقص اتنين بتساوي س في س في س تربيع زائد س زائد اتنين س زائد اتنين، نجمع بقى تلات س تربيع ناقص س تربيع ناقص تلات س باتنين ناقص تلات س واتنين س بسالب س سالب دي اتنين س وس يبقى تلات س، نتنقلوا نقولوا هنا بسالب تلات س سالب اتنين والاتنين بتعدي بسالب كمان اتنين كله بقى بصفر، يبقى انا بفك وبحول لمعادلة صفرية وبجمع تاني، تلات س تربيع سالب تلات س زائد اتنين س بسالب تاني، تلات س تربيع سالب س تربيع سالب تلات س زائد اتنين س بسالب س، ودي س واتنين س تلات س بيتنقلوا بسالب تلات س، بقت سالب اتنين اهي، الاتنين تتنتقل بسالب اتنين كله بقى بصفر، تلاتة من واحد شيل واحد من تلاتة يبقى اتنين س تربيع س ناقص تلاتة بسالب أربعة س سالب أربعة بيساوي صفر، نختصر على اتنين يبقى س تربيع سالب اتنين س سالب اتنين بيساوي صفر، يبقى س في س دي مش تبقى تتحلل مقدار ثلاثي بسيط بسبب ان مفيش عندي عددين حاصل ضربهم اتنين والفرق بينهم عشان اشاره ليه ناقص والفرق بينهم اتنين ما تلاقيش، فعلى طول استخدم القانون س بتساوي سالب ب زائد او ناقص جذر تربيعي ب تربيع ناقص 4 الف ج على 2 الف بتساوي الباء بسالب، يبقى سالب سالب بموجب اتنين زائد او ناقص جذر تربيع ب تربيع نربع الباء بكام؟ بسالب اتنين، ربعت تبقى 4 ناقص 4 في الف في ج،
أربعة في ألف بواحد بأربعة، في جيم بسالب اتنين بيبقى سالب في سالب وموجب، اتنين في أربعة بتمانية. تاني، أربعة في واحد بأربعة في اتنين بتمانية، الناقص في ناقص بزائد يبقى زائد تمانية، على اتنين ألف، الألف بكام؟ بواحد، يبقى على اتنين. ده بيساوي اتنين زائد أو ناقص جذر تربيع لاتناشر على اتنين. الاتناشر عبارة عن أربعة في تلاتة، يبقى بتساوي اتنين زائد أو ناقص جذر تبقى اتنين جذر تلاتة على اتنين. تختصر على اتنين هتديني واحد زائد أو ناقص جذر تلاتة، يبقى مجموعة الحل بتساوي واحد زائد جذر تلاتة و واحد ناقص جذر تلاتة. هنا في السؤال الثاني، المجموعة الثانية بيقول اختار الإجابات الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. حاصل ضرب جزيرة معادلة 3 زائد 2 س ناقص ربع س تربيع بتساوي صفر. طيب هنا أنا عايز أهم حاجة عندي بس المعامل بتاع س تربيع، يا إما أخليه بالموجب يا إما أشتغل على ما هو عليه. المهم أنا عندي هنا أ بإيه؟ بسالب ربع، ب بإيه؟ باتنين، ج بإيه؟ بتلاتة. طيب هو بيقول حاصل ضرب جذر معادلة، يبقى حاصل الضرب اللي هو مين؟ معامل ج على معامل أ، يبقى تلاتة على سالب ربع بتساوي تلاتة في سالب بسالب في أربعة بتساوي سالب اتناشر، اللي هي دي المعادلة. بقى س تربيع زائد ج س زائد أ، حاصل ضرب جذريها يساوي أ على باء، اللي هي دي. حاجات بسيطة كلها، مجموع جذري المعادلة 50 تربيع ناقص 3، السين مش موجودة، ها مجموع الجذرين، الباء مش موجودة يبقى بصفر على طول، أي حاجة بصفر على صفر على حاجة، صفر على أي حاجة بصفر. إذا كان لام و 3 ناقص دي هما جذري المعادلة دي، فإن أ بكام؟ أ دي اللي هي المجموع، يبقى قلت لام، هنقول بقى الأول هنا لام زائد 3 ناقص لا بيساوي، ها موجب، هي سالب أ في سالب بموجب أ على واحد، تروح لام ويا لام، يبقى إذن أ بكام؟ بتلاتة. إذا كان أحد جذري معادلة أ س تربيع ناقص تلاتة س زائد اتنين بتساوي صفر معكوسا ضربيا للآخر، يعني لو عندي لام التاني هيبقى واحد على لام، فإن معكوسا ضربيا للآخر، فإن أ بكام؟ هو بيقول مين؟ إذا كان أحد جذري المعادلة، طالما قال لك معكوس ضرب خد الضرب، خد خد الحاصل الضرب، هنقول حاصل الضرب يبقى لام في واحد على لام بيساوي كام؟ هو عاوز ألف، أيوه بيساوي اتنين على ألف، اتنين على ألف، اللام مع اللام في الواحد، يبقى ألف في واحد بواحد بتساوي اتنين في واحد باتنين، يبقى ألف بتساوي اتنين. حاجة بسيطة خالص، كل مسائل الدرس ده جميلة وشيقة. طيب لو اتطرقنا بعض الأشياء دي اللي حلوكوا تحلوها التمرين دوت، ونشوف التمرين ده مثلا إذا كان حصل ضرب جذري معادلة 30 تربيع زائد 10 س ناقص ج بتساوي صفر و سالب 8 على 3، دي حاصل الضرب، يبقى نقول سالب 8 على 3 بيساوي حاصل الضرب اللي هو مين؟ الحد المطلق اللي هو سالب ج على 3، يبقى إذا على طول 3 ويا 3 والسالب مع السالب، يبقى إذا ج بتساوي قد إيه؟ 8. فأوجد قيمة ج ثم أحل المعادلة في مجموعة الأعداد المركبة، ج ب 8 وأنت بتحلها بقى بتقول إن 3 س تربيع ناقص 10 س ناقص 8 تساوي صفر وتحلها. إن شاء الله كده هناخد كمان المسألة ديت بقى نحلها كاملة اللي هي 4 دي، ونتوقف عندها عشان هنكمل بقية ال نكمل بقية الايه الموضوع ده في درس آخر أو في فيديو آخر إن شاء الله. وإذا كان مجموع جذري المعادلة 30 تربيع زائد ب س ناقص 5 بتساوي هو بيساوي صفر، هو سالب 3 على 2، يبقى أنا عندي المجموع، المجموع اللي هو سالب 3 على 2 عبارة عن إيه عندي في المعادلة؟ اللي هو الباء معامل السين على
سالب معامل س على المعامل س ال س تربيع يعني اللي هو الالف، يبقى ده على الالف الاثنين. يبقى اذا ده هتساوي كام؟ سالب مع سالب والاثنين مع الاثنين يبقى بتساوي 3. جميل، طلعنا بقى ب3. ايه المطلوب او بقى؟ ثم حل المعادله في مجموعه الاعداد المركبه، نعوض بقى، يبقى 2 س تربيع زائد 3 س ناقص 5 بتساوي 0. عندك الألف وعندك، يبقى عندنا س بتساوي سالب ب زائد أو ناقص جذر تربيعي ب تربيع ناقص 4 أ ج على 2 أ بتساوي الباء ب سالب 3 ب 3 زائد أو ناقص جذر تربيعي ب تربيع 3 في 3 9 ناقص 4 في 2 4 في أ في ج 4 في 2 في سالب 5 سالب سالب وموجب موجب 4 في 2 ب 8 في 5 ب 40 5 في 48 على 2 أ، 2 في 2 ب 4 أ ب 2 يبقى 2 في 2 ب 4 بتساوي سالب 3 زائد أو ناقص جذر تربيعي 49 على 2 على 4، يبقى بتساوي دي كانت هتتحلل على فكرة، فعلا تتحلل، هيبقى سالب 3 زائد أو ناقص 7 على 4، يبقى مجموعة الحل 1 بالسالب سالب 3 و 7 يبقى 4 بالموجب، يبقى موجب 4 على 4 في الواحد. وسالب 3 سالب سالب 3 سالب 7 ب سالب 10 على 4 يبقى سالب 5 على 2. طيب نشوف كده هنحللها ازاي. هنا هتبقى 2 س في س، وانا عندي 2 في 3 2 س س 2 في 5 1 في 5 ايوه 5، وهنا 1، هنا هو دي زائد دي ناقص بتساوي صفر. يبقى س بتساوي سالب 5 على 2 وس بتساوي 1، هي فعلا سالب 5 على 2 وهي 1. دي لو انت حللت تحليل مقدار ثلاثي غير بسيط هتديك الشكل ده، ودي القانون. والى لقاء اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.